بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده هيكون في استقرار في الاحوال الجويه. الطقس هيكون حار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقيه، وهيكون مائل للحراره على السواحل الغربيه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على كل الانحاء. كمان النهارده في نشاط رياح احيانا بالليل على مناطق متفرقه في كل انحاء الجمهوريه. دلوقتي تعالوا نتعرف مع بعض على درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 34 والصغرى 23، اسكندريه 29 21، مطروح 27 21، سيوه 35 20، بورسعيد 29 21، دمياط 29 23، الاسماعيليه 35 23، السويس 34 23، نويبع 37 25، طابا 36 25، كاترين 30 18، شرم الشيخ 38 28، الغردقة 37 26، الفيوم 35 24، بني سويف 35 24، المنيا 36 24، أسيوط 36 24، سوهاج 37 25، قنا 38 26، الأقصر 39 27، أسوان 40 27، الوادي الجديد 39 26، وشلاتين 36 25، وأخيرا حلايب 33 27. هنستمتع مع بعض بأجواء يعني ربيعية معتدلة خلال الكام يوم الجايين، لكن دلوقتي طبعا عايزة أرجع مرة تانية لأحمد وبسنت علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا يا دينا.